السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أصدقائي، أتمنى أنكم بخير. هذه المرة سنعيد رفع فيديو تحليلي لمواجهة حمزة شيمايف ضد كامارو عثمان، وذلك تمهيدا لقتاله القادم ضد روبرت وايتاكر في UFC سعودي عربي. كالعادة لا تنسوا إخوانكم من الدعاء، وأيضا لا تنسوا اللايك وشير واشتراك بالقناة. نلتقي بعد هذا الفاصل القصير. كما عودنا الحمزات في نزالته السابقة أداء ممتاز يسر المشاهدين، يقوم بخطته المحودة والمعروفة ضد أحد أساطير اللعبة هذه المرة، لكنه أظهر ثغرات في لعبته مقلقة لثاني قتال له ضد النخبة يجب إلقاء الضوء عليها. نأتي للقتال. الجولة الأولى هيمنة مطلقة لحمزات، يدخل القتال برتم سريع وخاطف وتسارع مخيف، يقوم بما يفعله دائما، يأخذ عثمان للأرض ويحاول إخضاع أو الجانون باود، يعني أخذ عثمان شيء مبهر صراحة. جولة لا نقاش فيها، يحسب للبطل السابق عدم عليه وصبره، وهذا ما يفرق عن البقية ويعطي طعما لانتصارك إذا فزت عليه. نأتي للجولة الثانية، تراجع مخيف للحمزات. ستقول لي صديقي أن يده كسرت وما إلى ذلك. بكل بساطة صديقي، لو حدثت في القتال هذا فقط سأتفق معك، لكن نفس الأمر حدث ضد جيلبرت بيرز، وسنأتي لشرح هذا الأمر. كما هو واضح تفوق عثمان بسترايكينج، وأيضا تهديده بتغيير المستويات كان جيد. والجولة الثانية لعثمان بدون نقاش. بالجولة الثالثة تحسن عثمان بسترايكينج وتغيير المستويات، وأصبح الحمزات يطلب الإسقاط كرد فعل، فأصبح عثمان يراه من بعيد. وحتى منتصف الجولة كان عثمان متقدم بالجولة وبسترايكينج خاصة، والقتال متجه للتعادل. يأتي الإسقاط ويحسب للحمزات المصارعة المتسلسلة له، وهذا دليل آخر على براعته في هذا المجال، لكن لم يقل بشيء كبير بالإسقاط، وكان يمكن أن يكلفه الجولة خاصة وقوف قمر الدين في آخرها. يعني يا شباب، الحكم الذي أعطى الجولة الأخيرة لعثمان لديه وجهة نظر، وثاني مرة يحدث الأمر له كما حصل ضد جيلبرت، يعني فوز يخرج فيه شك. وهنا نأتي لنقطتنا، الحمزات في قتالي ضد مقاتل النخبة يخرج بشكوك وثغرات كما قلنا يجب عليه إيجاد حلول لها، وهي كالتالي: دخول القتال برسم قوي ونفس عالي ثم التراجع يظهر عليك التعب، قام به في كلا القتالين بحيث إن لم ينهي خصمه في الجولة الأولى يصبح في مأزق، والأهم من ذلك تكرار الأمر في وزنين مختلفين، ومنه يجب عليه تعلم تسيير طاقته لأنه أمام مقاتل لديه نفس طويل والدفاع على الأرض جيد. وهنا ركزوا معي إخواني، دفاعه على الأرض ليس تايك داون ديفانس، يعني لو عدنا لقتاله ضد بيرنز الأخير كان خاطر من الأسفل، وكلنا نعلم قوة جيجيتسو العالية ومستواه العالي عفوا لبيرنز، وبالتالي لم يجازف حمزة معه ويمكنكم العودة للقتال. أما عثمان فكان نفسه طويل، ولو كان القتال لخمس جولات احتمالية خسارة حمزة كبيرة، يعني خليط من عثمان وبيرنز هو حاليا مضاد الحمزات. الأمر الثاني، تلقيه للضربات في سترينكينج مقلق، ويجب عليه التحسين من حركة رأسي ودفاعه بشكل عام. نرجو له حل مشاكله مستقبلا والتوفيق له في قتاله القادم. إلى هنا إخواني نأتي لنهاية الفيديو، أتمنى أنه أعجبكم. كالعادة لا تنسوا اللايك والشير واشتراك القناة. تنتقي في فيديو آخر. السلام عليكم.